ضغوط العصبيه اللي كانت موجوده علينا في المباراه دي، يعني ضغوط كبيره جدا، انك بتلعب النادي الاهلي على بطوله وتلعبه خارج مصر، فدي كانت من اكبر الضغوط اللي موجوده. عندي حاجه افتكرها اللي هي بعد الماتش، يعني بعد ما خدت البطوله وكسبنا الحمد لله ما حسيناش بالفرحه، يعني ما حسيناش بالفرحه خالص، لان احنا ساعتها عارف انت خارج مصر ومفيش حد بيفرح معاك، ما حدش محسسك انك خدت بطوله، لان احنا قبلها لو تفتكر احنا كنا واخدين بطوله افريقيا واتنين دوري واخدين بطولات، فكنا بنحس بيها بين جمهورنا، ودي كانت مزعلانه قوي. يمكن اللي حصل لنا بقى ان احنا اول ما نزلنا الطياره في مطار القاهره فوجئت ان تحت اول ما بننزل من السلالم فوجئت ان الدنيا مقلوبه والمطار كله مقلوب مستنينا واحنا جايين. خرجنا بره المطار بقى في الشارع اللي هو شارع المطار ده، لقيته مقفول من اوله لاخره، لقيته مقفول، اعلام ويفط وعربيات وكل حاجه تخيلها في حياتك موجوده. ده اللي حسسني ان في فرحه بالبطوله دي.